السلام عليكم طلاب، مثل ما وعدتكم هاي محاضرتنا راح تكون إعادة للمحاضرة اللي كانت قبل العطلة وقبل الحظر، يعني إعادة للمحاضرة من البداية. طبعا قبل لا أبدي بالمحاضرة سنحب أبلغكم بتوجيهات رئاسة الجامعة الجديدة، واللي هي أنه المادة اللي راح تكون داخلة بالامتحان، طبعا نتيجة الظرف اللي نمر به، راح تكون 65% من المادة الأصلية اللي إحنا كنا ناويين أصلا نعطيكم إياها، بالإضافة يعني من ضمن هالمادة اللي أخذتوها سابقا، يعني المادة اللي أخذتوها سابقا مع المحاضرة أو محاضرتين بعدها اللي هي حطيناكم إياها أونلاين، راح تكون هي المادة كلها اللي داخلة بالامتحان. أيضا من التوجيهات الأخرى الأسئلة تكون أسئلة شاملة مبسطة غير طويلة، ومع ويعطى لكل طالب طبعا تقييم وسعي يحسب حسب فعاليته بالكلاس أو بالجروبات، يعني من خلال منصة التعليم الإلكتروني خلال تأدية الواجبات أو للكوزات القصيرة. يعني التدريس طبعا هو اللي يسوي هذه السعيات، والسعيات راح يحددها مجلس القسم وتعلن فيما بعد. والشغلة المهمة جدا أنه كل طالب راح يعطى 10 درجات على السعي، زين، خصوصا بهذا الظرف انتم راح تكونون بحاجه يعني ماسه الى هذه الدرجات، فهاي 10 درجات اجتكم على السعي، فلذلك احنا نتمنى انه ترجعون تنضمون الى الكلاس او للجروبات اللي سوينا لكم اياها، ونرجع انه نسوي محاضراتنا، نحاول نكملها ونحاول انه ننجح هذا الكورس ونخلص إن شاء الله على خير وسلامة. وإن شاء الله طبعا من راح نرجع بعد أن ينتهي الحظر وبعد أن تخلص هاي الأزمة يا ربي، ونتمنى أنه الكل يكونون بخير. أكون فترة أسبوعين قبل الامتحان الكورس، هذه الأسبوعين راح يكون بها إعادة مكثفة للمادة اللي أعطيت خلال الفترة، يعني خلال فترة الحظر واللي هي عن طريق التعليم الإلكتروني. فعندنا أسبوعين راح نعيد لكم هاي المادة، وطبعا راح نسوي بها تمارين أكثر من غير التمارين اللي انطيناكم إياها. إن شاء الله نحاول قدر الإمكان، يعني أسبوعين يعني راح تكون تقريبا خلينا نقول محاضرتين، فهاي المحاضرتين نحاول إنها تكون شاملة، وإن شاء الله خير. طبعا مثل ما نعرف إنه أنا أعطيتكم يمكن محاضرتين كانت نظري، وباقي المحاضرات هي العملي، يعني الثقل راح يكون على الجزء العملي، لكن هذا ما يمنع أهمية الجزء النظري. الجزء النظري اللي هو محاضرتين كانت المحاضرة الأولى اللي هي هذه Evolution of Computers، اللي هي generations مالت الكمبيوترز، انواع الكمبيوترز. هنا انا محددة شنو اللي اريده منكم وشنو اللي تقروه، وانا راح احاول انه اترجم لكم اياها. اوكي اريد الجواب بالعربي هم ما يخالف، يعني شو نسوي، مراعاة لكم خلال هذا الظرف. هاي المحاضرة وايضا محاضرة اخرى اللي هي الاوبريتنج سيستم، انواع الاوبريتنج سيستم، يعني هاي محاضرة تقريبا قصيرة، وايضا محددة الشيء اللي اريده من عندكم ينحفظ. هاي المحاضرتين جدا مهمة، هذه المحاضرتين السؤال كامل راح يكون من عندها بالفاينل، فهاي يعني 10 درجات عليها، يعني على السؤال، يعني هاي تقريبا 10 درجات تقدر تضمنها انت اذا قريت هاي المحاضرات بشكل جيد وحفظت بشكل جيد. هاي المحاضرتين بالنسبة لها النظري،
المحاضرة الأولى هذه، فتشوف أنه هذا اللي علمته أنا باللون الأصفر هو هذا اللي أريد. بالنسبة للجنريشنز هنا، الجنريشنز إلى إذا أجي ممكن مقارنات بين جنريشن وجنريشن، فهنا محددة باللون الأصفر شنو المهم بكل جنريشن وشنو اللي تقعد حتى تقدر تقارن ويا الجنريشن الآخر. بعد عندنا الكلاسيفيكيشن اوف كمبيوتر اللي هي هذه فقط حسب السايز مال كل كمبيوتر، تقسم الحاسبات الى هذه الانواع حسب السايز. بعدين كل نوع شنو اللي اريد من عندك، فقط تعريف، فقط تعريف لا اكثر ولا اقل، اللي هو هذا التعريف باللون الاصفر شنو هو سوبر كمبيوتر، شنو بالنسبه للمين فريم كمبيوتر. يعني هنا بس مجرد التعاريف الأنواع للحاسبات، فقط جزء التعريف أنا هنا سويته باللون الأصفر. Personal Computers, Desktop Computers, Notebook Computer, Netbook Computer, Tablet Computer, VDA Computer, Terminals. وهنا عندنا بعدين الجينا Analog Computers و Digital Computers. فقط شوف اللون الأصفر هو فقط المطلوب منك حفظه. زين، يعني اختصرنا المحاضرة بشكل كلش كبير. وأنا بقتها أصلاً بالمحاضرة سابقاً، يعني داخل الصف أنا قلت أشرت شنو المطلوب، وهنا لأنه الطلاب هوايدة يقولون ما نعرف شنو التأشير وشنو اللي مطلوب من عندنا، فرجعت هنا أنا أشرت لكم إياه. وهذه المحاضرة المؤشر راح أنزلها على الكلاس وعلى الجروب، ومثل ما قلت لكم أحاول أترجم لكم إياها وأنزل لكم الترجمة. اما اذا قدر بكم طالب يعني شويه قوي بالانجليزي يعني وقدر يترجمها وينزلها الجماعه او شيء يدز لي اياها حتى اشوف الترجمه مالته ان كانت صحيحه وبعدين ننزلها للطلاب، هم يعني راح توفر علينا وقت. فاذا اي طالب يقدر هم مو مشكله. زين، هاي بالنسبه للمحاضره الاولى، ونفس الحاله بالنسبه للمحاضره الثانيه اللي هي الاوبريتنج سيستم، تعريفه شنو الابلكيشنز أو سيرفيس أوف أبليكيشنز اللي يخدمها الأوبريتنج سيستم، أنواع الأوبريتنج سيستم الموبايل والإمبيدد والنتورك الريال تايم، وعندنا الدوز اللي هو ديسك أوبريتنج سيستم، وعندنا هنا الفيرجنز أوف ويندوز. أوكي، هاي الفيرجنز أوف ويندوز. وشنو بعد عندنا examples أنواع الأوبريتنج سيستم، في أمثلة عليها. هذا شو مطلوب فقط هذا اللون الأصفر. أوكي، هذا ما يخص المحاضرتين النظري. والمحاضرة العملي اللي هي تخص لغة السي بلس بلس، البرمجة يعني مالتنا والكودات راح نكتبها بلغة السي بلس بلس. طبعا لغة C++ من اللغات الهاي ليفل والأوبجكت أورينتد اللي تدخل بمجالات كلش كثيرة، وأيضا اللينكس مكتوب بلغة ال C++ الأوبريتنج سيستم اللينكس. فإذا تدخل بكودات الأوبريتنج سيستم أو كودات الجيمز البروجكتس الكبيرة السيستمز الضخمة، فمن اللغات المهمة جدا هي لغة السي بلس بلس. طبعا لغة السي بلس بلس هي تطوير إلى لغة السي. السي والسي بلس بلس يعني تقريبا أكو تشابه كلش كبير بيناتهم، طبعا لأن هي واحدة مكملة للغة، بعض الاختلافات البسيطة جدا. طبعا هنا أنا بالبداية البداية أنه تاريخ السي بلس بلس instructions of for use السي بلس بلس libraries، حكي على libraries language هي نفسها لغة السي بلس بلس، البيسكس مالت السي بلس بلس، وايضا على structure مال السي بلس بلس. هسه اللي يهمني انا هنا هو انه ابدي لك اعلمك انه شلون تكتب برنامج بالسي بلس بلس. من تجي تكتب برنامج بالسي بلس بلس لازم تعرف structure مالت البرنامج،
أي برنامج، أي لغة برنامج لازم يكون إلها بداية وإلها نهاية. فبالنسبة للسي بلس بلس لازم تتوفر عندك أمور حتى يكون برنامجك أو الكود مالتك متكامل. هاي الأمور اللي هي الهيدرز، العناوين، الكلاس ديفينيشن، ممبر فانكشنز ديفينيشنز، والمين فانكشن. الهيدر اللي هو أول شيء تعريف اللايبراريز اللي راح تستخدمها بالبرنامج، بعدين تجي تصنف برنامجك، التعاريف والبلوك الأساسي للبرنامج، وطبعا ببداية وبنهاية. functions إذا احتاجت functions راح نسوي functions، إذا ما نحتاج احنا حاليا functions ما راح نسوي، لأنه functions من ضمن 35% اللي باقية اللي ما راح تدخل بهاي المادة، وإن شاء الله اللي راح نحاول إنه نغطيها إن شاء الله من صف الثاني الكورس الثاني. إذا أريد نكتب برنامج سي بلس بلس، أبسط برنامج ممكن إنه نكتبه برنامج سي بلس بلس هو طباعة عبارة بسيطة على الشاشة. فإذا نجي على برنامج ده نسوي برنامج إنه نطبع عبارة Hello World على الشاشة. طبعاً من تبدي برنامج، أي برنامج C++ حالياً إحنا بالنسبة لكم، أي برنامج C++ تبدي لازم تبدي لي بهاي العبارتين اللي هي هاش انكلود اي او ستريم وهاش انكلود ستوديو. طبعا هاي الاي او ستريم تقدر بالاخير تخليها دوت اتش او ما تخليها مو مشكله. شنو هاي الهاش انكلود اي او ستريم وهاش انكلود ستوديو؟ طبعا الاي او ستريم والستوديو هي لايبراري، هي مكتبات موجوده بالسي بلس بلس، كل مكتبه تتضمن مجموعه من الاوامر الخاصه بها. فانت اذا استخدمت امر وما مستخدم اللايبراري مالته هذا الامر ما راح يتنفذ. فبالنسبه ان احنا هسه اهم لايبراريز راح نستخدمها بكل برامجنا الاي او ستريم والاستديو، واكو لايبراري ايضا مهمه اللي هي الماث. ذول ثلاث لايبراريز كلش مهمه، هم ذول راح نعتمد عليهم وراح نستخدمهم فقط لا غير. بالنسبة لل شنو معناها هسه هذه هاش انكلود، هذه معناها العبارة هاش انكلود معناها تضمين انه تخلي هاي العبارة تخلي الاديتر او الكومبايلر مالتنا يضمن او ياخذ هذه اللايبراري بكل الكودات مالتها. فحتى من يجي الكومبايلر بعدين يشيك على البرنامج مالتنا يشوف الكود مال هذا الكود هو راجع لهاي اللايبراري، اوكي ما راح يعترض عليه. بس اذا شاف كود موجود هو واللايبراري مالته ما موجوده ما مضمنيها احنا، فراح يعترض. فلذلك احنا لازم نضمن اللايبراريز مالتنا، اوكي؟ اذا لازم نضمن اللايبراريز بالبدايه بعدين نبدا نشتغل. فهسه احنا عندنا قلنا هاي لايبراريز اثنين، بعدين اذا نشوف عبارة هذا. طبعا الامور اللي دا اقولها اني ثابتة ما تتغير، يعني مثل ما هي انت تجي تكتبها. عندنا عبارة المين، هاي العبارة اللي هي راح معناها راح نبدي الدالة الرئيسية للبرنامج. طبعا احنا خلين هاي البراكتس الاثنين اللي هي الاقواس فارغة، بس ممكن هاي الاقواس فيما لو كانت اكو variables ريد نعرفها داخل دالة المين راح نخلي variables. بس حاليا هذه اكثر شيء اذا كان عندنا functions، اذا نسوي functions. بس حاليا احنا المين مالتنا نكتبها بهالشكل main ونخلي اقواس فارغة. طبعا ممكن انه ننطي تعريف للمين قبلها او ممكن نعوفه يعني بدون ما نخلي تعريف، وهذا ايضا ارجع اقول هذا التعاريف الداله الرئيسيه تفيدنا بحاله انه عندنا functions. حاليا احنا ما عندنا functions، ما دا نشتغل functions، فاذا نكتبها مثل بهالشكل libraries، بعدين الداله الرئيسيه المين، بعدين اذا نشوف هذا البراكتس هذا البراكتس اللي يكون هالشكل اللي هو نسوي احنا نسميه قوس المجموعه المفتوح، قوس المجموعة اللي هو البداية. هاي معناها دا نبدي البرنامج، بداية البرنامج begin، بعدين ورا نكتب البرنامج مالتنا الكودات، وأخير شي من نخلص البرنامج نغلق قوس المجموعة بما معناه انه end، خلص البرنامج. فهسه البرنامج مالتنا هو عبارة عن see out hello world. زين شنو معنى هاي see out؟ هاي see out معناها
course out معناها دالة طباعة، دالة طباعة اللي هي طبعا داخلة ضمن library input output stream. ف see out وتجي بهالشكل هي الستركتشر مالتها see out مع هذه علامات اللي نشوف الأصغر هالشكل ثابتة see out وهاي العلامتين الأصغر. بعدين بعدها نكتب شنو احنا نريد نطبع. اذا احنا مجرد ان نريد نطبع كلمة مثل ما هي فهذه الكلمة نكتبها داخل لازم نخليها بين اقواس العفو مو اقواس هاي الكوتيشن دبل كوتيشن نخلي هاي بحالة انه بس مجرد نريد نطبع كلمة. فهاي الكوتيشنز اذا خليناها احنا هذه وهذه نقدر بيناتهم نكتب كل شيء كان مقبولة بهذه الحالة، وش ما نكتب راح ينطبع تماما مثل ما هو ينطبع على الشاشة السوداء الإديتر. هنا إذن وهاي طبعا السي اوت مو مجرد بس انه نطبع كلام ربش، لا نطبع قيم ايضا وراح نتعلمها بعدين شوي شوي نجي عليها. بعدين عندنا بما انه احنا مستخدمين البورلاند سي بلس بلس فنلاحظ انه من ننفذ الشاشة السوداء راح تطلع لنا وتختفي مباشرة. فحتى نثبت الإديتر الشاشة السوداء شو نسوي؟ نستخدم هذا الإعاز اللي هو الـ get char وهالشكل ينكتب get char وقوسين، وطبعا نهاية كل إعاز أو كود لازم نخلي فارزة منقوطة اللي هي السيمي كولن. هاي الفارزة المنقوطة لازم تكون بنهاية كل إعاز لأنه راح يعترض الكومبايلر إذا إحنا ما كنا خالين هذه الفارزة المنقوطة. فإذا هذا الجيت شار راح تثبت لنا الشاشة السوداء حتى نقدر نشوف النتيجة الشغل مالتنا شنو. زين ومن نخلص البرنامج طبعا راح نكون بالأخير انه نخلي ننهي. فهسه هذا البرنامج البسيط راح اكتبه واجرب انه ما اخلي الجيت شار وشوف انه الشاشة السوداء شلون راح تختفي مباشرة وارجع اخليها وشوف انه شلون راح تثبت. فهسه بالبداية قلنا لازم نخلي هاي العبارات include هشكة تكتب لازم ستريم. طبعا نقدر نخلي dot h يعني dot header هذه، ونقدر ما نخليها dot h ما عندنا مشكلة. يعني هسه أنا فوق خليتها بالنسبة لل input output stream، بالنسبة لل استديو راح اكتبها بدون الهيدر هالشكل. اوكي ما عندنا مشكله. بعدين هاي المين قلنا المين هالشكل نكتبه ونخلي هاي الاقواس. قلنا هذا المين اكو هنا ممكن قبلها نخلي تعريف زين، وممكن انه ما نخلي هذا التعريف اذا كانت برامجنا بسيطه ما بيها فانكشنز. هنا بعدين راح تجينا هذه قوس البدايه، قوس بدايه البرنامج. هنا عندنا راح نطبع العباره اللي هي هلو وورد. فشلون راح طبعا نكتب سي اوت وننطيها وياها هذين العلامتين الاصغر، وبعدين نخلي الكوتيشن هذه هاي الكوتيشنز اثنيناتهم. اوكي بالنص هاي الكوتيشن طبعا هي شيفت مع حرف الطاء. هاي بالنص راح نكتب العبارة اللي نريدها، مثلا احنا بدنا نكتب hello world. زين ممكن انه تكتب اي شيء مو شرط hello world، مثلا hello world my name is مثلا احمد فرضا. اوكي طبعا بنهاية الإعاز لازم نخلي هذه السيمي كولن. اوكي فهسه راح انهي البرنامج هالشكل، نهاية البرنامج. اوكي هذا برنامج ابسط ما يكون، برنامج بالسي بلس بلس. هسه اريد اجي انفذ هذا البرنامج، شلون راح يكون التنفيذ؟ التنفيذ اذا اريد انفذه لازم اول شيء اسوي له كومبايل وبعدين اسوي له ران. منين اسوي له كومبايل ومنين اسوي له ران؟ اذا اريد اسوي له كومبايل، حتى الكومبايل ايش راح يسوي؟ راح يترجم لي البرنامج الى لغه تفهم الحاسبه حتى اشوف هل انه برنامجنا مكتوب بشكل صحيح او لا، ويرجع لنا انه هل انه عندنا اخطاء او ما عندنا اخطاء، هل الشيء صحيح او لا. هذا شغل الكومبايلر، ترجمه ما مكتوب اللي انت تكتبه، لانه هاي اللغه ما تفهم الحاسبه، فالكومبايلر راح ياخذ اللي انت كاتبه يترجمه الى من اسمه كومبايلر مترجم، راح يترجمه الى لغه تفهمها الحاسبه. اوكي فمنين نسوي الكومبايل؟ نروح على هذا الاختيار اللي هو البروجكت
بروجكت اختار كومبايل، او اقدر اضغط مباشره Alt F9 يسوي الكومبايل. فاذا ضغطنا على الكومبايل نلاحظ انه ما عندنا اي اخطاء، برنامجنا صحيح 100%. هسه اذا اريد انفذ حتى اشوف انه على الشاشه السوداء هلو وورد ماي نيم از احمد، فاروح على الديباج، هذا الديباج ورن، هذا الرن او كنترول F9. اذا Alt F9 للكومبايل، كنترول F9 للرن. فهسه اذا اسوي رن اختفت الشاشة السوداء مباشرة، ما لحقت حتى أشوف شنو اللي مكتوب بها. فحتى أثبتها راح أكتب هذا الإعاز اللي هو الجيت char وهاي الأقواس والسيمي كولن، أرجع أنفذ طبعاً سوي كومبايل، أيضاً نرجعنا ما عندنا أي أخطاء وننفذ البرنامج مالتنا. شوف هنا البرنامج الإديتر ثبت Hello world my name is أحمد. هذا تنفيذ البرنامج، هذا مثل ما قلت هو أسهل ما يمكن من البرامج، يعني أسهل شيء أو أول برنامج تبدي بيه حتى تتعلم الكودات أو تتعلم الستركتشر مالت البرنامج C++. هذا الستركتشر الرئيسي، اللايبراريز، الدالة الرئيسية، أقواس البداية والنهاية، والكود يكون بالداخل. زين هسه هذا هنا الشرح بالضبط اللي انا حكيته اللي هنا. زين اكو شغله بس مهمه هنا انا معلمتها، اللي هي عباره ريتيرن زيرو. اذا تلاحظ انه اكو برامج هوايه بالنهايه اكو مكتوب ريتيرن زيرو، هاي ريتيرن زيرو انت ما مجبر انه لازم انه تكتبها. الريتيرن زيرو هذه تفيدنا بحاله عندنا فانكشنز، لانه لازم يعني اذا كان الفانكشنز مالتنا صحيحه ترجع لنا زيرو، اذا كانت اذا رجعت لنا واحد معناها خطا بالبرنامج. فاحنا هنا ما مستخدمين فانكشنز، فهاي الريتيرن زيرو ممكن انه ما نكتبها بما انه برامجنا هي من ابسط ما يمكن من البرامج. فاذا وانه ايضا هي دا تقول لي انه خلص البرنامج مالت انتهى. زين زين فاذا هسه هنا الريتيرن زيرو يقول ترمينيت ذا مين، ينهي لي الداله الرئيسيه اللي هي المين فانكشن، اند كوزز تو ريتيرن فاليو زيرو تو ذا كولينج بروسيس، ويرجع لنا صفر تو ذا كولينج بروسيس. احنا ما مسوين كول لاي بروسيس، احنا مجرد نطبع عبارات نسوي برامج كلش بسيطه، ما نسوي اي كول لاي بروسيس. فاذا هنا الريتيرن زيرو ممكن انه نستغنى عنها وممكن نكتبها، ما عندنا مشكلة. فأنا دا أقول إنه كتابتها مو خطأ واستغناء عنها هنا مو خطأ. زين فإذا أشوف إنه بعض البرامج أنا خالتها وبعض البرامج ما خالتها، فدا أقول لك يعني إنه مو not necessary to put it يعني anywhere يعني شو وقت مكان يعني. فا اوكي هنا نجي على الكومنتس. الكومنتس هي شنو؟ هي ديسكريبشن للبرنامج، يعني انه تريد توصف برنامج او توصف فد ستيب بالبرنامج، خطوه معينه بالبرنامج، ف تحتاج تخلي كومنتس. هذا شو وقت؟ هذا من يكون عندك مثلا برنامج او سيستم ضخم، بروجكت بيحتاج خطوات كل شيء هوايه، ف نخلي الكومنتس احنا حتى اذا اجى احد طلع على البرنامج مالتك من انتخال الكومنت فراح يعرف انه الخطوه هذه ايش تسوي، يعني هل هي شنو عمل هاي الخطوه، جمع طرح استدعاء داله يعني طباعه قراءه. فنخلي احنا هاي الكومنتس او هاي التعليقات حتى نوصف الخطوه او نوصف البرنامج مالتنا شنو دا يسوي. فالكومنتس مالتنا شلون راح نقل؟ طبعا اكو نوعين من الكومنتس، اكو سنجل لاين كومنتس واكو مالتي لاين كومنتس. شلون نكتب الكومنتس؟ الكومنتس اذا نريد نكتبها، اذا نريد نكتب سنجل لاين، سنجل لاين يعني شنو؟ يعني هيك فد لاين واحد، لاين واحد فقط اكتبه بانه اخلي. وطبعا الكومنتس وين ما كان بالبرنامج ممكن انه تكتبها، بالبدايه بالنهايه، يعني لانها اصلا الكومبايلر هذا من راح يشوف اصلا الكومبايلر ما راح يجي عليها، ما راح يجي على الكومنتس نهائيا، ما راح يسوي لها كومبايل، اجنورت الكومبايلر راح يتجاهلها. زين لان هي مجرد وصف للبرنامج، ما لها علاقه الكومبايلر بها، هي مو من ضمن البرنامج حتى يجي الكومبايلر ويترجمها وياخذ وقت بيها، هي فقط وصف
احتاج اخليه وصف. فاذا عندنا لاين سينجل لاين واحد هذه نستخدم هذه العلامه اللي هي القسمه مرتين تكتبها وبعدين نكتب بعدها شنو احنا ايش راح نسوي وصف للبرنامج. فاذا نشوف انه انا هنا كاتبه برينتس هلو وورلد يعني دا نقول انه البرنامج مالتنا راح يطبع عباره هلو وورلد. اوكي فتنانش مات شو ما تكتبها تكتبها مو الا تكتبها بهالشكل بعد هاي العلامتين القسمه اللي هو كومنت شنو ما تكتب شلون ما تكتبه مو مشكله مو مشكله ما راح يعترض عليه نهائيا زين بس مجرد انه دا توصف خطوه او دا توصف برنامج وبعدين نكتب البرنامج مالتنا بشكل طبيعي. شوف هنا انا كاتبه ريتيرن زيرو ممكن انه ما اكتبه. فهسه هذه اذا نرجع عليها مثلا البرنت هذه هنا انا ممكن انه تخليها شو راح نكتبها نخلي هاي العلامتين هالشكل ونكتب مثلا برنت او يعني انا ما اتحدد باللي مكتوب بروجرام تو برنت هلو وورد حتى لو سبيلنج غلط مو مشكله وورد. هسه من نجي نسوي الكومبايل ايضا ما عندنا اي خطأ زين لان ما راح يعترض على هذا ولا راح يجي عليه وبالتنفيذ ايضا ما راح يطلع اي شيء يخص هذا بس هذا وصف داخل البرنامج فقط. هذا بالنسبة للسينجل لاين اذا نريد يكون الوصف مالتنا بلاين واحد. اذا نريد يكون الوصف مالتنا على لاينين سطرين يكون هالشكل انه نخلي العلامة زين ونخلي يمها ستار بعدين نكتب العبارة مالتنا كلية سطرين وبالأخير ننهي السطر لازم لأن احنا ننزل سطر آخر. فمن نزلنا سطر آخر إذا ما خلينا هاي العبارة بالأخير هنا راح يعترض الكومبايلر. فخلينا نجرب هذه العبارة ونشوف إذا أخذها وأخليها بالبرنامج يعني أخليها هنا اوكي. فهسه هنا عندنا هذه راح انزلها لجوا اوكي وهنا انا راح اشيل هذه الستار فاجي اسوي كومبايل. شوف طلع لي ايرور دي يقول لي ايرور دي يقول لي هنا أنا هذا اللاين عندي طبعا هنا انا دي يعترض لانه ما اعرف اصلا وين الخطا فدي يعترض من البدايه يعترض عليه على ال البرنامج. فلازم تعرف الخطأ مالتك وين تتبع الخطأ مالتك وين وتصلحه. فهسه إذا أجي أتبع الخطأ مالتي أنا البداية صحيحة قوس البداية السي أوت الجيتشار وقوس النهاية بس بالتعليق هو عندي الخطأ. فهنا لأن هذا نزلته لي سطر آخر فاعترض عليه. فهسه شنو إذا أريد حتى يكون الشغل صحيح لازم أنهي هالشكل من انهي هالشكل من اجي اسوي كومبايل مرت لخ خلص بعد ما اعترض عليه اذا صحيح. فلازم انتبه لهاي الامور. هاي بحاله عندنا لاين سنجل لاين كومنت او مالتي لاين كومنت يعني تقدر تكتب اكثر من لاين وتبديها لازم بهذه العلامه وتنهيها بهذه العلامه ما يعترض عليها الكومبايلر تحصرها يعني الكومنت مالتك كله تحصره بين هاي العلامات وقلنا الكومنت وين مكان بالبرنامج ممكن تكتبها. زين هسه نجي على انواع الداتا اللي نستخدمها بالبرنامج برامج السي بلس بلس. طبعا انواع هوايه لكن احنا راح نركز على نوعين يعني كان المفروض نركز على اكثر من نوع بس هالحالة وهالظرف احنا راح نركز على نوعين. طبعا هي اكو انواع هواي الشار اللي هي كاركتر يعني احرف الانتجار اللي هو الارقام الصحيحة الفلوت اللي هي الارقام الريال البوينت الحقيقية والبوليان اللي هي الترو فولس الدبل يشبه الفلوت لكن يكون السايز مالته اكثر اكو لونج دبل اكو شورت دبل اكو شورت انتجار لونج انتجار. فأنا هذا كليته هي هنا أنا مطيتك هذا الجدول للاطلاع لكن أقول لك إنه المطلوب والمهم عندنا هنا والتايب
التعاريف المهمة اللي راح نستخدمها بكثرة برامجنا هي هذه الانتجر، هذه INT اختصار الانتجر يعني صحيح، يعني الأرقام الصحيحة. الأرقام الصحيحة شنو قصدي بها؟ مثل 500,000، بس طبعا إلها حد معين ويوقف، يعني مو أنه استمر بالأرقام إلى ما لا نهاية. الرينج مالته هو من هذا الرقم إلى هذا الرقم. إذا نشوف طبعا الحين ما راح نوصل لهاي الأرقام شيء أكيد. فانتجر هذا النوع الأول، والنوع الآخر اللي هو الفلوت والدبل، اللي هم هذه يعني هم اثنينات هو نفس الشيء، بس الدبل هو أكثر دقة من الفلوت، بالدقة أكثر من الفلوت. هو أيضا يعني هذا الفلوت والدبل هم اثنيناتهم أرقام حقيقية اللي هي البوينتس، لكن الدبل الدقة مالته أكثر من الفلوت، وأيضا الهوم سايز أيضا الهوم سايز معين. فهسا عندنا الانتجر فلوت دبل، هي هذه أهم أنواع تعاريف اللي راح نستخدمها بالبرامج مالتنا. شوف عندنا شلون نجي نعرف متغيرات. طبعا احنا من راح نجي برامج راح نسوي برامج راح نستخدم بها متغيرات. هاي المتغيرات السي بلس بلس ما يعرفه، لانه هو مو كلمه محجوزه باللايبراري بالمكتبه. طبعا اي كلمه محجوزه بالمكتبه ما يعترض عليها، لان هي اصلا محجوزه بالسي بلس بلس، السي بلس بلس يعرفها، لكن المتغيرات ما يعرفها السي بلس بلس، ما محجوزه. فمن اجي استخدمها بالبرنامج راح يعترض عليها لانه ما عرفها. فاني لازم اي متغير استخدمه بالبرنامج لازم اكون معرفته، نعرفه يلا نستخدمه. والتعاريف شلون راح تكون؟ التعريف طبعا غالبا ما يكون، طبعا التعريف تقدر تخليه وين ما يكون بالبرنامج، بس قبل أنه تستخدم المتغير. يعني أنا مو أستخدم مثلاً أي فوق وبعدين جوا أعرف المتغير أي، لا ما يصير، لازم أكون معرف المتغير يلا بعدين أستخدمه. فالتعريف شو راح يكون؟ بس غالباً التعريف تستخدم بعد قوس البداية، قوس البداية نبدأ من وبعدين قوس البداية. التعريف أغلب شيء تكون بعد قوس البداية. طبعا هنا التعريف يكون بهالشكل، انه نكتب الاختصار او نوع المتغير شنو، شنو راح اعرف المتغير. مثلا اعرفه انتجر، اكتب INT انتجر هالشكل ويمه المتغير زين، وانهي بسيمي كولون، او اريد فلوت ماي نمبر. هنا الماي نمبر ترى هي متغير، هي كلها عباره عن متغير. فالمتغير ممكن اسويه حرف واحد، ممكن اسويه كلمه زين، بس ما دام معرفته بنوع معين من المتغيرات ياخذه كمتغير، ما عندنا مشكله ما يعترض عليه. فاذا المتغيرات ممكن تستخدم حرف واحد، ممكن تستخدم كلمه كامله، بس لازم قبلها تنطي نوعها. وعادي يعني بعدين تستخدمها بالبرنامج حسب ما يرتي البرنامج، حسب ما يعني ضرورتها بالبرنامج زين. ممكن نعرف أكثر من متغير زين بنوع واحد، يعني نقول انتجر A فارزة B فارزة C. هنا المتغيرات ثلاثتهم A B C، هم ثلاثتهم انتجر، فأقدر أعرفهم بهالشكل كلهم سوية، أو أعرفهم بهالشكل انتجر A انتجر B انتجر C، هم ما عندي مشكلة زين. طبعا أكو شغلة كلش مهمة أحكيها، أنه هي نوع المتغير اعرفه على اي اساس، انا دا اعرفه انتجر او دا اعرفه فلوت او دا اعرفه دبل. طبعا هذا على اساس استخدامه بالبرنامج، على اساس استخدامه بالبرنامج. يعني شنو قصدي؟ يعني انا مثلا جاي دا اقسم رقم على رقم، اغلب الاحيان التقسيم مثلا 1/2، 1/2 النتيجه فلوت بوينت بوينتات. فيعني النتيجة مالت يعني مثلا ده 1/2، الواحد هو صحيح والاثنين هو صحيح، لكن النتيجة مالتهم شنو؟ النتيجة مالتهم هي بوينتات. فإذا هاي الشغلة انه انتبه شلون اعرف. فيعني مثلا اي على بي، اي 1 وبي 2، لكن سي النتيجة مثلا سي يساوي اي على بي، واي هي 1 وبي 2. فإذا اي وبي اقدر اعرفهم انتجر، لكن سي لازم تعرف فلوت زين. فانتبه لهذا الموضوع جدا، لانه اذا جيت
متغير او عرفته انتجر والنتيجه مالته فلوت، راح يكون مرات عندي خطا بالبرنامج تطلع لي النتائج غير صحيحه. ليش؟ لانه الانتجر راح ياخذ لي الجزء الصحيح فقط بالفلوت، ما ياخذ لي الجزء او اللي بعد البوينت. فهنا لازم ننتبه لهذا الموضوع جدا. نشوف العمليه هل راح تنطيني نتيجه صحيحه او نتيجه حقيقيه، وعلى اساسها ابدي اعرف المتغيرات مالتي. اوكي، هسه هنا برنامج عندنا عرفنا متغيرات. هنا نشوف هنا اذا نلاحظ التعليق وصف للبرنامج حتى منطقه قبل لا اعرف اللايبراريز اضمن اللايبراريز، فما عندنا مشكله لان قلنا الكومنتس نقدر نكتبها وين ما كان بالبرنامج، فهنا كتبناها قبل بالبدايه راسا. وهنا ايضا فهنا عرفنا متغيرات اي وبي، وهنا عرفنا الريزلت ايضا متغير، وهنا بدنا نقول انه البروسيس راح يجينا بعدين الاي 5 بي 2 الاي يساوي اي زائد 1. نشوف هنا هاي العمليه هي كلها نتائجها راح تكون صحيحه، عمليه جمع وطرح، عمليه جمع وطرح اغلب الاحيان نتائجها صحيحه لان المتغيرات صحيحه، فكون التعاريف مالتنا كليتها انتجر. زين، فهنا ما عندنا مشكله، وهنا البرنامج هنا هذا هو البرنامج، وهنا التنفيذ مالته لانه هنا معرفين الاي منطينها قيمتها 5، البي منطيها قيمتها 2، فاذا اي يساوي اي زائد 1، اي زائد 1 راح يصير 6، ف 6 ناقص 2 راح يكون 4، الناتج كله ناتج صحيح. زين، هنا راح نحكي على ايضا التعاريف الانتجر. اوكي، طبعا هنا اذا تلاحظ انه الاي والبي انطينا قيمهم داخل البرنامج، اريد احكي على اعطاء قيم او ادخال قيم للمتغيرات عندنا قبل لا انه اوصل لها اصلا. عندنا طريقتين لانه ننطي قيم للمتغيرات، طريقتين. الطريقه الاولى هي انه انطي قيم المتغيرات داخل البرنامج مثل ما هسه احنا مسوين هنا، هذه من سوينا هالشكل انطينا اي 5 وبي 2 معناها ثبتنا الاي قيمتها 5 والبي قيمتها 2 داخل البرنامج، فما اقدر بعد اغيرها. هاي الطريقه الاولى لاعطاء قيم للمتغيرات، يا اما تكون داخل البرنامج ننطي قيم للمتغيرات وبهالحالة احنا ثبتنا قيمها فما راح نقدر نغيرها، او الطريقة الاخرى انه اقرأ قيم المتغير، اقرأ، فراح يكون اعطاء القيمة لما ننفذ بالشاشة السوداء الإديتر، هذه راح تكون عن طريق إيعاز خاص بعدين اوصل، بس حبيت انه انوه لهالموضوع هذا. وطبعا انه بالحاله الثانيه اللي هي انه نقرا القيم، فهاي بهالحاله راح نقدر نغير القيم كل ما ننفذ نقدر ننطي قيمه جديده، فيعني ما ثبتنا قيمه، ثبتها وين؟ نثبتها اثناء التنفيذ مو بالبرنامج، فنقدر نغيرها بعدين من ننفذ مرت الاخ. وهنا ايضا بالبرنامج نقدر نجي نغيرها داخل البرنامج، لكن راح تكون النواتج مالتنا يعني معتمده على هاي القيمه معروفه نعرفها. وايضا طريقه الأخرى أنه ننطيها أثناء التنفيذ بعد ما ننفذ، نقرأ القيمة قراءة للقيمة تصير على أساس دالة خاصة. زين، فهنا نجي بعد نحكي أكثر على المتغيرات. فعندنا الانتجر، ممكن نعرف انتجر هالشكل، ممكن أنه ننطي قيمة المتغير من نعرفه رأسا، من نعرفه ننطي قيمته، مثل هنا نقول انتجر var يساوي 10، هنا ثبتنا قيمة الفار 10، ومن نجي نستخدمها بالبرنامج فمن نستخدمها راح ياخذها 10، ما عندنا مشكله، نقدر نقول انتجر فار وبعدين نقول فار يساوي 10 بالبرنامج، او مباشره نقول انتجر فار يساوي 10، ما عندنا مشكله هنا من ننطي قيمه المتغير. زين، وعندنا طبعا السي بلس بلس كلش سنسيتيف للمتغيرات اذا كانت سمول او كابيتال لتر، فلازم ننتبه عليها. يعني اذا انت معرفها هنا كابيتال لتر وجيت استخدمتها سمول لتر راح يعترض، فلازم ننتبه لهالموضوع، او تعرف مثلا هنا اول الحرف كابيتال واستخدمتها كلها سمول ايضا يعترض لانه السي بلس بلس حساسه الموضوع الكابيتال والسمول لتر. زين، هنا ايضا انه نقدر عرفنا اي يساوي 30 وبي يساوي 15، وعرفنا السام هو اي زائد بي مباشره اثناء التعريف، فبعدين راسا بس مجرد نقول له سي اوت للسام راح يعطينا النتيجه مالتهم اللي هي هنا 45.
هنا 45 مثل ما نشوف هالشكل انه سي اوت سام راسه مباشره، ماكو داعي بعد هنا الى اثناء التعريف يعني عرفنا وانطينا قيمه مباشره، يعني سوينا اختصرنا خطوتين بخطوه واحده زين، اكثر من خطوه هنا خطوتين هنا خطوتين هنا خطوتين وهنا مجرد انه طبعنا السام فيعطينا، فممكن هذا للاختصار زين. الفلوتينج ممكن هذه انواع الفلوتينج هالشكل ممكن نستخدمها اللي هي بوينتات. الكاركتر هو هذا عندنا، واذا نشوف انه الكاركتر هنا مستخدمينه مجرد سنجل كوتيشن وهنا دبل كوتيشن. ليش السنجل كوتيشن؟ انه عندنا مجرد حرف واحد نستخدمه، اذا عندنا دبل كوتيشن هذا اللي هي هالشكل هاي معناها عندنا سترينج سلسله من الاحرف زين. هذه الكاركتر اذا الكاركتر اللي هي اذا استخدمنا احرف بالبرنامج فلازم نعرفها ككاركتر هالشكل. لكن اكو كاركتر متضمنه داخل اللايبراريز للسي بلس بلس وتعرفها السي بلس بلس، فاللي هي هاي الكاركترز، هاي الكاركترز معروفه بالسي بلس سي بلس بلس، مع ذلك لازم من نستخدمها نخليها داخل الكوتيشن داخل السنجل كوتيشن اللي هي تشبه هذه زين. اوكي طبعا هاي الكاركتر كل كاركتر الى وظيفه معينه مكتوبه هنا قدام كل وحده، ممكن انه تجربوها وحده وحده. اكثر وحده راح نستخدمها احنا السلاش ان، اكثر وحده نستخدمها سلاش ان اللي هي نيو لاين، معناها راح تنزلك لاين سطر زين. البوليان اللي هي الترو فولس يعني ايضا نوع من انواع المتغيرات، لكن قلنا احنا اكثر شيء راح نستخدمها الانتجر والفلوت زين. هسه هنا قلنا طريقه ادخال المتغيرات، قلنا طريقه انه نكتب قيمه المتغير داخل البرنامج، والطريقه الاخرى انه نقرا قيمه المتغير. شلون نقرا قيمه المتغير؟ عن طريق اعاز خاص اللي هو السي ان، هذا سي ان عندنا الطباعه اعاز الطباعه اسمه سي اوت لانه دا ينطينا مخرجات، هذا اسمه سي ان يعني احنا دا ندخل متغيرات قيم للمتغيرات، فيكون هذا الثابت مالته سي ان سي ان. واذا تلاحظ انه الرمز اللي وياه عكس الرمز اللي استخدمناه بالسي اوت، ذاك كان علامته الاصغر 2 وهذا علامته الاكبر زين. شنو هذا معناه؟ معناه ان سي ان احنا دا نقرا اكثر من متغير زين، او دا يدونا الى نتيجه. السي اوت راح يكون بالعكس انه دا ينطينا النتائج مال هذه المتغيرات اللي احنا قريناها، فاستخدامه يكون بهالشكل سي ان وهاي الرمز مرتين يكرر وبعدين المتغير زين، وبعدين اكيد ننهي بالسيمي كولن. ممكن انه نقرا اكثر من متغير نفس الداله السي ان، لكن هالشكل نكتبه سي ان نكرر الرمز مره لخ حتى نخلي المتغير اخر، او نقدر هي اصلا داله السي ان نكررها سي ان اي بعدين سي ان بي، او كلهم بسطر واحد للاختصار سي ان اي وبي لكن نكرر الرمز. فهسه هذا برنامج لنقرا شو اسمه متغير، مجرد يقرا متغير اللي هو الاي اوكي، مجرد انه نقرا ونطبعه. فهنا لازم نكون احنا معرفين اي ونطبع فد عباره، هاي عباره المجرد انه نطبعها حتى نعرف احنا ايش راح نسوي بعدين. نشوف سلاش ان انا شلون استخدمتها، سلاش ان هنا أنا. بنهايه العباره بنهايه العباره نكتب سلاش ان، هاي شنو هاي حتى ننزل سطر. هسه اسويكم اشوف اذا خليناها واذا ما خليناها. وهنا راح نقرا المتغير اللي هو الاي، ويعني هنا اكو عباره مفروض وراها طباعه للمتغير فهسه نسويها. فهسه اذا راح نجي نسوي هذا البرنامج فخل بس اخذ هذه السي اسوي نيو تكست هذا ست اوكي راح اسوي هنا انا راح اعرف هذا المتغير اللي هو اسمه اي وخلي سيمي كولن اوكي. بعدين خليت فد عباره اللي هي السي اوت، ولا تنسون تكون هذه مالتها الرمز هنا أنا مثلا enter the value of a okay.
وخليت السلاش ان سلاش ان وخليت الكوتيشن وخليت سيمي كولن. اوكي نهيت هذا السطر. بعدها هنا شنو لازم اقرا قيمة المتغير سي ان هالشكل هالشكل هاي الرمز مالته واقرا يا متغير اللي هو الاي. اوكي اقرا وبس مجرد انه اطبع السي اوت منه سي اوت الاي طبعا السيمي كولون اخير شيء جيت char حتى يثبت لنا الشاشة السوداء وننهي البرنامج مالتنا هالشكل. نجي نشوف الكومبايل مالتنا هل صحيح لو لا، برنامجنا صحيح ما بي اي خطأ، نجي ننفذ البرنامج ونشوف نشوف شو راح يصير هسه. اوكي شوفوا هنا شلون انتر ذا فاليو اوف اي ووقف البرنامج وقف الكورسر مالتي دا يوم. شنو معناه هذا؟ دا ينتظر مني ادخل قيمه للاي، ادخل قيمه للاي راح ادخل مثلا قيمه 8 واضغط انتر، اضغط انتر طبع لي 8 لان انا قالت له اقرا القيمه واطبع لي اياها. اوكي زين هسه ايش راح اسوي؟ بس مجرد انه راح اشيل هذه السلاش ان. اوكي نشوف شو نسوي، نرجع ننفذ. وين الكورسر؟ بقى ثابت يم الاي، منزل نيو، فاذا سلاش ان شو تسوي؟ راح تنزلك سطر. اوكي هاي حتى نرتب الشغل مالتنا. فهنا انا راح 9 مثلا انتر طبع لي 9. اوكي هاي بالنسبه للبرنامج زين. اوكي خلينا هسه خلي شويه نغير على هذا البرنامج، انه هنا انا عرفت متغير اسمه اي، راح اعرف ايضا متغير اخر اسمه بي، واعرف متغير اخر اسمه سي. اوكي وهنا راح اقرا الاي والبي. اوكي ويكون الناتج السي مالتهم هو جمعهم، السي هو جمع الاي زائد بي. اوكي فهسه هنا عباره سي اوت انتر ذا فاليو اوف اي اند بي، ونخلي السلاش ان. اوكي زين حتى ينزل جو. اوكي هسه هنا عرفنا متغير قلنا اي وبي، وهنا راح قرينا المتغير اي، وايضا راح نقرا المتغير بي هالشكل نكتبها، ممكن راح اسوي طريقتين، وبعدين ممكن انه نطبعهم بس العفو هنا لا هذه العكس نطبعهم. اوكي قريناهم، ممكن انه نطبعهم اقدر اسوي هالشكل هذه حتى شنو اخلي مسافه من يطبع وبعدين البي، وهنا بعدين راح اقول السي يساوي اي زائد بي، اي زائد بي واطبع قيمه السي ايضا سي اوت. اقدر اسوي هالشكل مثلا the result is okay. سلاش ان حتى عفوا هذه حتى ينزل يعني مجرد سطر، واقدر بعدين اقدر اكرر مرت الاخ السي اوت حتى يطبع لنا هنا مجرد راح يطبع لنا هاي العباره اللي فوق هنا لا راح يطبع القيمه السي اوت السي. اوكي هسه شوف نسوي الكومبايل، كومبايل ما عندنا خطا، نجي ننفذ ران enter the value of a and b، فلازم انا ادخل قيمة ال a 6 مثلا وال b 9، اذا الناتج لازم شقد يكون؟ 15. طبع لنا اياهم و the result is هنا ال result اجت ويا ال 9، ليش؟ لان ما خليت slash n لو ويا هنا كان المفروض اخلي slash n يعني هالشكل، او اكتب عبارة الاند الاند ال هذه هم تنزلك سطر، او نكتب سلاش ان حتى تنزل لنا سطر ونشوف هم ننفذ ونشوف اذا اكو فهس 6 7. شوف ننزل لنا سطر the result is 13. اوكي اوكي ممكن هنا ال a وال b كل وحدة قراءة واحدة سي ان اي وبعدين البي، اي هم ما عندنا مشكلة بيها، وبعدين كل وحدة طباعة واحد ما عندنا مشكلة هنا، أنا ممكن تسوي اكثر من هاي تعتمد عليك بعد تبقى انت شلون تريد تسوي البرنامج ما عندي مشكلة. زين
العمليات اللي نستخدمها بالسي بلس بلس نقدر وتفيدنا، اللي هي الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، وهذه العلامة اللي هي المودلس اللي هي الباقي القسمة. هاي أيضا راح مفيدة وتفهم يعني مهمة، وبعدين راح نستخدمها أيضا هواية. زين، فهسه هاي العمليات الرياضية اللي نستخدمها وهذا الشكل عادي يعني تستخدم. زين، أوكي، الجمع، الطرح، القسمة، الضرب، الباقي القسمة. أوكي، ممكن ها طبعا أسبقية العمليات حسب الأسبقية اللي تعرفوها. أول شيء عندنا الأس والأقواس، الأس، الضرب والقسمة، والجمع والطرح. اوكي، اكو شغله خلي ذكرتها وخلينا انا نسويها، انه قلت تعريف المتغير على اساس استخدامه بالبرنامج. فهسه انا قلت انه اذا عرفت متغير انتجر والنتيجه مالته هي فلوت يعني حقيقيه، شو راح يكون؟ هسه انا عارفه اي وبي وسي، والسي هنا انا راح اكون مو عمليه جمع، راح تكون عمليه قسمه بين الاي والبي. شوف ايش راح، اذا جينا نفذنا هنا راح انطي للاي قيمه 1 وللبي 2. النتيجه ايش قد انطتني؟ انطتني 0 لانه اخذ الجزء الحقيقي فقط. زين، ليش؟ لان انا معرفه السي، معرفته انتجر، ما معرفته فلوت. هسه لو اجي اعرف السي هنا، انا اعرف السي لازم هنا ايش اعرف؟ اعرفه فلوت او دبل، يعني ما اعرفه. اوكي، فلوت سي. اجي هسه ارجع انفذ واشوف، راح ارجع انفذ هنا، انا راح انطي قيمه الاي 1 2، ايضا طلعت سي. ليش عرفت السي فلوت؟ اوكي لازم برنامج، لانه اعتقد الايديتر لازم كل هالقيم تعرف فلوت. زين، اوكي، فلوت. زين، اوكي، لازم القيم كلها اعرفها فلوت. اذا بما انه الناتج هاي العملية هي حقيقي، اذا المتغيرات مالتي كلها لازم اعرفها حقيقية، زين، حتى تطلع النتيجة وياي صحيحة. فننتبه لهذا الموضوع. أنا هنا أنا سويتها قدامكم وأنا خطأت بيها، فرجعت انتبهت للخطأ مالتي، صححته وطلعت للنتيجة صحيحة. ومو عيب إنه البشر يخطأ، بالعكس، إنه أنت كل ما تخطأ وتصحح خطأك راح تتعلم من أخطائك أكثر. زين، هنا العمليات المساواة، الزيادة، النقصان، شلون راح تكون بالسي بلس بلس. فهسه اذا نشوف هنا، عرفنا متغير اسمه اكس، انطيناه قيمته 5، وجيت هنا قلت اكس زائد يساوي 3، هذه بالسي بلس بلس مقبولة. راح تسأل شنو معناها هذه؟ ماكو هيك شيء بلغة ما اعرفها اني، بس هي بالسي بلس بلس تعني انه اكس تساوي اكس زائد 3، يعني هاي الناتج مالتها ايش قد راح يكون؟ 8. اكس ناقص يساوي 2، هاي معناها اكس يساوي اكس ناقص 2، اكس في يساوي معناها اكس يساوي اكس في 2. فهاي عملية جمع، طرح، قسمة نقدر نختصرها بهالشكل. هذه عملية بالسي بلس بلس نقدر، يعني نقدر نكتبها هالشكل، ما عندنا اي مشكلة، صحيح، ونقدر هالشكل نكتبها اختصارا لها. هاي صحيح. وعملية هنا الانكريمنت ايضا، اذا متغير هو نفسه اريد ازيده 1، بس مجرد هذه العملية اذا انا دا زيد 1 او دا نقص 1 هنا، هذه اذا دا زيد 1 او دا نقص 1 هنا، لا، اذا الزيادة مالتي مختلفة، يعني مو 1، اذا اكثر من 1 فتنكتب هالشكل. اما اذا 1 اقدر اسويها اكس زائد زائد، اكس زائد زائد معناها دا ازيد الاكس 1، معناها اكس يساوي اكس زائد 1. زين، او اذا اكس ناقص ناقص معناها اكس يساوي اكس ناقص 1. هذه هالشكل، هاي معناها القيمه راح تطلع لنا 11، لان اكس زائد زائد زيدنا الاكس اللي هي 10 زيدناها 1 صارت 11. زين، عندنا اكو بريفكس
increment و postfix increment. هذه يعني معناها الزيادة القبلية والزيادة البعدية. هذه إذا كانت الزائد زائد قبل المتغير، هاي معناها راح يزيد المتغير يلا يسوي الإجراء اللي بعده. هاي أكثر شيء راح نعرفها أكثر من بالفور لوب. أو إذا كانت الزائد زائد أو الناقص ناقص نفس الشيء بعد المتغير، معناها لا يزيد المتغير يلا يسوي العملية. هنا الفرق الأولى إنه يسوي الزيادة بعدين العملية، وهنا لا العملية يلا بعدين الزيادة. اللي بريفكس هنا increment the value and then إنه بريفكس اللي هي هذه شو يسوي؟ increment the value يزيد القيمة يلا بعدين يسوي الاكسبريشن اللي بعدها. البوستفكس لا، انه راح يسوي الاكسبريشن العملية يلا بعدين يزيد المتغير يزيد القيمة. اوكي وهنا نفس هذه بالنسبة لهنا راح يزيد الزائد زائد راح يزيد الاكس اللي هي 4 راح يصير 5. وبالنسبة للبريفكس نفس الحالة، ناقص ناقص اكس واكس ناقص ناقص. هذا ما يخص المحاضرة كلها، الأشياء المهمة والرئيسية، لأنه بعدها راح نجي على الـ if statement وبعدها على الـ for loop. والـ if statement موجود الفيديو مالت شرح الـ if statement، وأيضا بالنسبة للتكرار الـ for loop. بس أكو شغلة مهمة بقت عندنا أنه أريد أنوه عليها اللي هي الدوال المثلثية. خلي اشوف الفايل وين موجود، اعتقد هنا نين. اوكي استخدام هذا ايضا، هذا الفايل طبعا انا منزلته على الكلاس، استخدام مكتبة الماث. زين وش وقت استخدم مكتبة الماث؟ استخدمها اذا كان عندي الجذر، الاس، اللوغاريتم، الاكسبونيشال، والدوال المثلثيه اللي هي الساين والكوساين. هذولي ما اقدر استخدمهم بالبرنامج بدون ما استخدم هذه المكتبه، لان ذولي كلهم متضمنين وين؟ تحت هذه المكتبه، ضمن هاي المكتبه، فلازم اضمن هذه المكتبه حتى اللي هي الماث حتى اقدر استخدم هذه اللي هي الجذر والباقي الدوال. فاذا اذا عندنا هذا الدوال لازم نخلي الماث مع المكتبات الاخرى اللي سبق وحكينا عليهم اللي هي الاي او ستريم والاستديو. اذا هذني ثلاث مكتبات المهمه اللي راح نستخدمهم. فشلون نستخدم هذه الدوال؟ الجذر شلون استخدمه؟ الجذر طبعا ما راح استخدمه مثل ما هو معروف، وانما له داله خاصه اللي هي SQRT وبين قوسين المتغير اللي اريد اسوي له جذر. SQ هذا طبعا الجذر التربيعي، هذا جذر تربيعي، ف SQRT بين قوسين المتغير اللي اريد اسوي له جذر. فهن هنا مسويه فد امثله عليهم على كل داله. فهنا مثلا المتغير اكس اريد اسوي له جذر، فاكتبه بهالشكل سكويرد SQRT بين قوسين الاكس. فاذا اطلع جذر الاكس اللي هو 10.25 هالشكل لازم اكتب المتغير. اوكي وطبعا انا لازم كاتبه بمكتبه الماث. هنا انا منفذه هذا البرنامج والنتيجه هذه بالنسبه للجذر. بالنسبه للباور اللي هو الاس، الاس راح يكون داله ايضا خاصه اللي هي POW اختصار الباور، اختصار الباور اللي هو الاس. وبين قوسين هاي بين قوسين شو اكتب بين قوسين؟ اكتب الاس الاساس والاس، الاساس والاس. فهسه هنا اذا هذا البرنامج انه معرف متغيرات بيس واكسبوننت وريزلت، ف بالريزلت الاختصار الداله الباور باو بيس واكسبوننت. البيس اللي هي 3.4 والاكسبوننت 4.4. البيس اللي هي الاساس والاكسبوننت اللي هو الاس، ف 3.4 اس 4 اس 4. هذا يكون شرح لدالة الباور، وهنا تنفيذ الدالة بالضبط هالشكل. هنا بس مجرد هنا دا يقول لك انه معناها البيس اللي اس الاساس تعطينا هاي النتيجة، لكن استخدامها بالسي بلس بلس هو يكون هالشكل دالة الباو
والأساس ثم الأس. وهنا عندنا المطلق، المطلق اللي هو الأبسوليوت، المطلق اختصاره APS، اختصار الأبسوليوت، بين قوسين المتغير اللي أريد أسوي له المطلق. كلكم تعرفون المطلق شنو، وإنه يأخذ المتغير بدون الإشارة مالته، بدون العلامة. فأيضا نفس الحالة هنا، متغير X عرفته بالسالب وسويت الأبسوليوت، فينطيني الأبسوليوت مالته المفروض بدون إشارة السالب، وهو هذا المطلق مالته. المطلق إذن هذا APS، APS. اوكي، وعندنا بعد الاكسبونيشال، الاكسبونيشال دال الاسيه اي اكس بي، اختصارها اي اكس بي، وبين قوسين المتغير اللي راح اسوي له الاكسبونيشال، ايضا هذا هنا. وهذا تنفيذ البرنامج والحل. وهنا ايضا عندنا اللوغاريتم، اللوغاريتم راح يكون ال او جي، وانتبه هاي المتغيرات او هاي الدوال كلها لازم تكون سمول لتر، ما يفتهمها سي بلس بلس كابيتال لتر، اذا كتبتها كابيتال لتر راح يعترض عليها، لازم 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 سمول لتر، الاحرف كلها مالتها سمول لتر. ال او جي لوغاريتم، اختصار اللوغاريتم، بين قوسين المتغير اللي اسوي له اللوغاريتم، وهالشكل هذا برنامج بسيط عليها، وهذا البرنامج وهذا التنفيذ مالته. وعندنا بعد شنو الدوال، الساين، الكوساين، التان، العكسيه لهم اللي هي ساين عكسها اي ساين، اللي هي الانفيرس، ما عندنا انفيرس هنا، وانما نقول اي ساين معناها انفيرس الساين، اي كوساين اللي هي انفيرس الكوساين، اي تان اللي هي انفيرس التان، وساين شو ايضا كل الدوال المثلثيه ممكن تستخدمها موجوده. اكثر دوال انا راح استخدمها هي هذا الدوال، هي هذا الدوال اللي وضحت لكم اياها. طبعا الدوال المثلثيه يا اما تكون بالراديوس او بال الراديوس والديجري. ف بالراديوس طبعا راح نعرف هنا مسويه يعني برنامج بسيط، انه الساين والكوساين والتان والاي ساين واي كوساين واي تان وساين تنطيني طبعا النتيجه مالتها كراديوس قطريه. وهنا بالديجري، الديجري لازم احولها، الديجري من عندي تجيني لازم احولها للديجري. شلون احولها للديجري؟ اضرب الزاويه مثلا في 3.14 اللي هي النسبه الثابته مقسوم على 180، وبعدين يلا انفذ استخدم الساين والكوساين للزاويه. يعني اول شيء احولها للنظام الراديوس، يلا بعدين بحاله انه عندي الداله هي راديوس مباشره انفذ الدوال، اما اذا بالديجري هي لازم احولها للراديوس وبعدين انفذ. خلينا ننتبه لهذا الموضوع. يعني هاي ما شغلة تحويل أدري بها شوية حتكون صعبة عليكم، ممكن ندوقكم. فيعني راح نفترض إنه الدوال هي كليتها قطرية، فمن أجيب الكمجبة مباشرة نستخدم الدوال المثلثية بهالشكل، يعني ما حاجة إنه نحولها، ما نحتاج إنه نحولها، لأن على فرض إنه نفرض إنه هي راديوس. هذا فد امثله. اوكي، هاي الامثله مهمه جدا، هاي الامثله مهمه جدا، يعني توقعوا سؤال بالفاينل او اذا كوز عندنا ودوال هالشكل استخدامها. فالفايل هذا ايضا موجود، وايضا راح انزل لكم اياه على الجروب، يعني محاضره اليوم حنزلها على الجروب وعلى الكلاس اللي هي الفيديوية، وهذا الفايل ايضا راح انزله، والمحاضرتين النظري اللي بهم التلخيص ايضا راح ينزلون كليتهم ان شاء الله على الكلاس اليوم، على الكلاس روم وعلى الجروب الواتس اللي احنا سويناه. اوكي هسه هذا كل ما عندنا اليوم. عندكم واجبات، ارجع واقول واجبات اللي هي موجوده انطيتكم اياها سابقا بالاف ستيتمنت والفور لوب. اتمنى يعني انطيتكم، نزلت اعلان على الكلاس وقلت منا اليوم الاثنين الواجبات، اريد يجيني الحل مالتها، لان راح يكون عليها تقييم. اللي دزوا لي قبل سابقا الحل قيمتهم اعتقد طالبين بس، واللي ما دز حاولوا تدزوا لي اياها خلال هذه اليومين، منا اليوم الاثنين عندكم
لأنه الثلاثاء حنزل محاضرة اللي هي تمارين بعد أكثر، وأيضا حل الواجبات اللي أنا أصلا أعطيتكم إياهم. يعني أنا إذا نزلت محاضرة وبيها الحل، فبعد ما راح أقيم اللي مدز للحل، لأن بعد خلص الوقت مالتكم. وأيضا تمارين أكثر على المحاضرة الأولى اللي هي مجرد أنه السي أنه السي أوت قراءة وطباعة، وعلى الإف ستيتمنت، وعلى الفور فور لوب اللي هي التكرار. لهنا أنا وتنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله تستفادون من عندها، وموجودة أنا لأي سؤال، حاضرة أي سؤال عندكم اسألوا ولا تترددون، وأنا حاضرة إنه أجاوبكم إن شاء الله على أي شيء. وإن شاء الله يا رب تكونون افتهمتوا اللي حكيته، وأيضا استفاديتوا من عنده. شكرا جزيلا لكم مرة الأخ، وفي رعاية الله إن شاء الله.